دكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. ربنا يخليك دكتور. كنا بنتكلم على هذه الموسوعه واللي قام بتاليفها الدكتور محمد مختار جمعه، وكنت بقول ابرز الافكار الوارده في هذه الموسوعه حول تجديد الخطاب. وسؤالي الثاني حتى لا اطيل عليك، انه الاصدارات المترجمه من وزاره الاوقاف مترجمه باي لغات، وخطط نشرها لخارج البلاد الى بقى دول العالم الاسلامي ودول اخرى في أوروبا، بحيث أنهم يطلعوا على أفكارنا الحديثة المتعلقة بتجديد خطابنا. نعم، خليني ألقي مع حضرتك ضوء على موسوعة الثقافة الإسلامية، وهي الحقيقة موسوعة رائدة جدا، بتتناول وبتلقي الضوء على بعض الجوانب الرئيسية في الثقافة الإسلامية، بدءا من ثوابت الإيمان وأوجه الكمال والجمال في القرآن الكريم، مرورا بالحديث عن الادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ومرورا ببيان المقاصد الكليه للشريعه الاسلاميه، والحديث عن فلسفه الحرب والسلم والحكم في الاسلام، وعن مسؤوليه الكلمه وامانتها. بتتناول الحقيقه الموسوعه عدد من المقالات المهمه جدا في بيان اهميه التجديد وحتميته في ضوء مستجدات العصر والواقع الذي نعيش فيه، وفي ضوء القضايا الفقهية المعاصرة. وفي نهاية الموسوعة بتتناول تأصيل فن الخطابة عبر العصور الإسلامية، وتتناول أيضا العديد من الوسائل الرئيسية في نشر الثقافة الإسلامية. وخليني أطمئن حضرتك على جزئية الترجمة ونشر الإصدارات الخاصة بوزارة الأوقاف وترجمتها. خليني اقول لحضرتك ان احنا عندنا مشروع اسمه مشروع سلسله رؤيه للفكر المستنير. المشروع ده احنا بنقترب الان من العدد 200 في المشروع. الاصدارات في العدد في السلسله دي باللغه العربيه وبالانجليزيه وبالفرنسيه وبالالمانيه وباليونانيه وبلغه الاردو وبلغه الهوسه والعديد والعديد من اللغات الاجنبيه. الاصدارات دي بيكون التنسيق مع وزاره الخارجيه المصريه من خلال بعثاتنا في الخارج لارسالها للعديد من الدول. قمنا بارسال النسخ المترجمه من اصدارات الاوقاف بارسالها لبعثه مصر الدائمه للأمم المتحده في نيويورك، وتم ارسالها لفرنسا، تم ارسالها لالمانيا، تم ارسالها لليونان، تم ارسالها للعديد من الدول الافريقيه مثل السودان، وتم ارسالها ايضا للعديد والعديد من الدول. يعني لا يتسع الوقت لذكر كل هذه الدول بالتحديد، ولكن هناك تنسيق دائم ومستمر من خلال وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإرسال الإصدارات المترجمة، والتي تتم عن طريق أساتذة متخصصين من كليات اللغات والترجمة، وخاصة في جامعة الأزهر، لأنهم بيكونوا أكثر دقة في المصطلحات الإسلامية التي تتناولها الإصدارات. صحيح. بيتم التنسيق الدائم والمستمر في الحقيقه، وانا يعني من خلال برنامج حضرتك المحترم بوجه الشكر لوزاره الخارجيه على يعني التعاون الدائم والمستمر في هذا الملف. طب ده شيء رائع جدا. طب انا يمكن وحضرتك بتتكلم جاي على بالي صوره تبدو غريبه شويه، انه هل ممكن نلاقي هذه الاصدارات المترجمه موجوده على منصات البيع الدوليه من غير ما اذكر المنصه الاشهر؟ ان انا عايز اشوف الكتاب موجود على منصه كذا، فيبقى مواطن مثلا امريكي، مواطن فرنسي، مواطن هولندي وما هوش مسلم او مسلم ايا كان، يستطيع ان هو يجدها ويدفع ثمنها ويحصل عليها ويبدا يقراها. يعني مساله التوزيع مش بس الترجمه والنشر والطباعه دكتور، انا عايز هذه الكتب وهذه الموسوعات وهذه الدوريات تبقى موجوده في الدنيا. طيب خليني الاول اطمن حضرتك على نقطه مهمه جدا، هي ان جميع اصداراتنا باللغه العربيه واللغات الاجنبيه متاحه على الموقع الرسمي لوزاره الاوقاف في صوره بي دي اف، متاح لكل الاطلاع عليها. الى جانب ذلك النقطه اللي حضرتك اثرتها دي، الان بتعمل وزاره الاوقاف لطرح خدمه الكترونيه تمكن الجميع من كل دول العالم لشراء النسخ المتاحه. حلو. للترجمات من خلال موقع وزاره الاوقاف ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا دكتور عبد الله، كل الشكر ليك دكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزاره الاوقاف.